السلام عليكم ورحمة الله. تلميذ السنة الخامسة، أهلا بكم إلى حل مشكلات اثنان. لاحظ الشكل الآتي: اختفت النقاط سي دي إي إف جي من الشكل واحد، أعد وضعها مستعينا بالوصف الآتي. هذا هو الشكل واحد. المستقيم AC يو A أو CA يعامد المستقيم AB. المستقيم BD يوازي المستقيم CA. النقطة E منتصف قطعة المستقيم AB. الدائرة التي مركزها F ونصف قطرها FB تمر من النقطة D. النقط EFG على استقامية. مع المطلوب الأول: المستقيم AC أو CA يعامد AB. هذا هو المستقيم AB. المستقيم الذي يعامده هذا هو. أمامنا هذا هو المستقيم الذي يعامده. المستقيم AC، هذا هو AC، نسميه AC. المستقيم BD يوازي المستقيم AC. هذا هو المستقيم AC، مستقيم BD. هذا هو، هذه النقطة B، هذا المستقيم BD يوازي إذن المستقيم AC. النقطة E منتصف AB، هذا هو AB، هذه النقطة E. الدائرة التي مركزها F ونصف قطرها FB تمر من D. الدائرة التي مركزها F ونصف قطرها FB. لنركز قليلا، قال لك النقطة الدائرة التي مركزها F ونصف قطرها FB، F ونصف قطرها FB. عذرا لأنه المدور ما فيش شوكة، نوعا ما صعب غرزه. تشوفي يعني هذه هي الدائرة التي مركزها F ونصف قطرها تقريبا هكذا. يعني المدور لا يحتوي على شوكة. هذه هي النقطة F كما تشاهدون. النقاط E F G على استقامية واحدة. لو نضع المدور المسطرة هكذا نجد النقاط الثلاثة على استقامية واحدة فقط في الدائرة، ترسم تلامس ال B وتلامس النقطة D. هذه وليست هذه النقطة، هذه هي النقطة D وهذه هي النقطة C. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.